عندي قناعة بتموت فيي وبتحلمي بكلمة مني. عندي قناعة شو سهل علي بغمزة عيني، باخد منك شو ما بدي بربع ساعة. مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله، مش عم تزبط معي اشكي غيرك قول الله. حبك عامل لي إدمان ماشي في دم الشريان ساكن خلايا عقلي منسيني حتى النسيان. معكم الفنان إدريس بلماهي، فنان مغربي مدينة سلا. البداية ديالي كفنان مغربي طبعا كانت في السن ديالي 11 سنة، شاركت في أول فيستيفال مدينة سلا الأغنية المغربية الشرقية برئاسة الفنان والأستاذ عبد العالي الزغاري، اللي هو كان الأول باش اكتشف لي أنني تنغني. وشاركت في هذا البرنامج في هذا الفيستيفال هذا مدينة سلا اللي جيت فيه في المركز الثاني طبعا، وشاركت من وراء في عدة فيستيفالات منهم فيستيفال الأغنية الربيعية مدينة الرباط مسرح حمد الخميس اللي احتليت المرتبة الأولى. ومن تماك مشيت شاركت في واحد الفيستيفال عاوتاني في تطوان، ومن تماك ولجت خرجت للغناء أكثر طبعا. جات واحد الفرصة أنني شاركت في واحد البرنامج اسمه دوين رئيس بلبنان. إدريس اللماغي 21 سنة من المغرب. مريت الليالي يا طول الليالي ما رحت من بالي يا حبيبي. إدريس أداء جميل، فأنا أشوف أنه كان غناء حلو ومناسب. ثم مشيت ومثلت المغرب أحسن تمثيل طبعا. كانوا معي عدة فنانة مغربية مغاربة مثل الفنان رضوان الأسمار والفنان زكريا الغفولي والفنان أمير علي طبعا وعدة فنانة مغاربة. الصعوبات اللي واجهتني في المجال الفني خصوصا انني كنغني تنطرق بزاف البيبان طبعا، وقليل اللي كيمد يد المساعده. ونتمنى من الله مستقبلا يكونوا فنانين كبار في المغرب طبعا وخارج المغرب اللي يساعدوا. الفنانة المغاربة ما نقولش الأكثر منهم، قليل اللي كيتعامل مع الفنان الشباب المغاربة اللي كيمدلهم يد المساعدة. ومن هذا المنبر أنني عندكم دابا إن شاء الله كنطلب من الفنانة المغاربة، أي فنان مغربي يستحق طبعا، يستحق يكون فنان يكون في الساحة الفنية المغربية يمدلو يد المساعدة، ما كاينلاش حتى هما مدلو الناس قبل منهم يد المساعدة طبعا. القدوة ديالي في الحياة طبعا هي الأم ديالي، ونقدر نديرها واحد المقطع إلا جات على خاطركم اللي نقول فيه: أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دان خيرها في دمي وعايش فيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دار خيرها في دمي وعايش فيه. المحب يعودونا رجعوا من تاني يا قلبي وصغرونا، كل ما قربنا
كفاهم أو رضاهم حيرونا وسهرونا الحبايب. المشاريع المستقبلية اللي عندي إن شاء الله في رأس السنة عندي حفلة رأس السنة إن شاء الله، وعندي جوج أغاني ديالي، عندي أغنية من الألحان الفنان مروان قصير وكلمة مروان قصير طبعا وكلمة مشتركة بين مروان قصير والفنان تيموراي، توزيع كرم الحواصلي إشراف الأستاذ نور الدين، إن شاء الله تنال إعجاب ديالكم. الاسم ديال الأغنية ديالي هو رومانسية. وانت تجيني هزان كل يوم الفحشايان، روح امشي من قدامي شلون عالم هايان، مدام تحشي بطهري يعني تضل ورايا. كلمة أخيرة، أنني تنشكركم على الاستضافة طبعا، وكان نقول أي فنان مغربي كبير في المغرب يساعد الفنان المغاربة الشباب طبعا حيث يستحقوا وعونونا. ميرسي. حبك غزاني بدمي يمشي قطرة قطرة، ايه قطرة قطرة وربي الشكرة. حبيت واحد جنة وردة على الفطرة، ايه على الفطرة وربي الشكرة. حبي لوّا